مرحبا مشاهدينا، نحن وياكم اليوم من برنامج جديد من Once a Week. أنا اليوم شوي تحت ضغط، شوي تحت امتحان، لأنه معي بالقاعة من استوديو مريم تي في، بلاتو مريم تي في، معي السيد جون كيروز، هو مخرج ومؤلف موسيقي. ممنوع الغلط، لا ما هيك جون؟ أبدا، بالعكس، كيف الصحة؟ كثير منيح. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. جون اسم لمع بفضاء العمل المسرحي والموسيقي، ومبين عليك ما شاء الله عليك أنك بكذا إخراج وبكذا شيدور وبكذا عمل فني رائعين فعلا. بتشكري، الصحة أول شيء. كثير منيح. أهلا وسهلا فيك. خبرنا شوي جون، مين جون كيروز، عن حالك، وبالتالي خلينا ننتقل للإنجازات اللي حضرتك قمت فيها لحديت هلأ لغاية تاريخ اليوم 2018، وخلينا نتعرف عليك أكثر وأكثر. تفضل. أنا مخرج ومؤلف موسيقي، وأهم شيء دادي عندي، يعني بنوتين، لوتشيانا وليا، وكمان بعلم بالجامعة إخراج وإديتينج. نعم. هلا من صغري بحب كثير الموسيقى، يعني بحس عالم الخاص، عالم السحر، عالم الجمال، عالم يلي العالم يلي إذا بدك فيك تحسي حالك أنت بمطرح يعني مش موجود، أنت تخلقي. ومن صغري انا بألف موسيقى، وبعدين درست اخراج واشتغلت بنيو تي في 10 سنين، واشتغلت مع يونسكو دوكيومنتريز، واشتغلت ان دوكيومنتريز انه للبنان، وسافرت فيهم حول كل العالم واخذت جوائز عليهم. وهلا ليتلي ليتلي انا رح اتشك، اوكي، رح نشوف نحن وياكم فيديو كليب المونديال ونرجع لجا. بيرفكت. ما بتشوفها غير هون، أقوى رياضة، كل بلد كل لون، ما تبحث برا ما عاد في شي، عيش اللحظة معنا وانسى كل شي، ما تبحث برا ما عاد في شي، حمس وتحدى كل شي، ما تبحث برا ما عاد في شي، حمس وتحدى كل شي. حمس وتحدى كل شيء، عيش اللحظة. حمس وتحدى كل شيء إلى كونوتاسيون غير اللي هو تحدى كل المشاكل. مزبوط. رغم كل هالأمواج اللي احنا عم نتخبط فيها جان، خلينا ننسى ونعيش اللحظة فعلا. مزبوط. لأنه جان أول شيء عفوا على المقاطعة، كلمات وألحان جان كيروز، شكر خاص لألك. لمين بتحب توجه شكرك وتحياتك الخاصة الحارة؟ كل الأكيب، كل هالولاد، كل هالعالم يلي صورتهم على المنارة، العالم يلي تصوروا معي ورقصوا معي. بدي أشكر مدير تصوير
موريس الرزاق، بدي اشكر انطوان كاسابيان لانه ساعدني بالكلمات، كان طلع بكم جمله. انا بشكر كثير لانطوان كاسابيان، وبدي اشكر كمان انه عائلتي، يعني اوقات انا بس اعمل كليب يعني بصير هيك يعني بصيروا كلهم انفولد بهالكليب، وهن شاركوا كمان معي صح الاولاد بالكليب، فبدي اشكر كل يلي ساهم حتى ينجح هالكليب. جو قلت لي هالكليب عملته ب 24 ساعة أو أقل؟ ب 24 ساعة، والفكرة طلعت نهار الأحد، الخميس كنا عم نصور تنكن على تلفزيون لبنان، بأقل من جمعة كان كل شيء خالص يعني نعم. يعني كالوكيشن. بدي اشكر كمان مطرح ما صوبرنا وكل العالم اللي تعاونوا. هو انطلب من جون كيروز انه يقوم بهالكليب او كانت الفكره فكرتك؟ الفكره فكرتي انا. نعم. طلع على بالي كون انا على طول بحب اكون بقصص ما كثير عالم يعني انا بفوتوا فيها. يعني شو اللي بيميز هالكليب عن الاخرين؟ في له كل شيء سبيسيال، انه اول شيء يعني ما قلدنا ولا كليب معمول بكل العالم شيء خاصه بالمونديال. على طول بحطوا انسرت انه لرونالدو او لابيلي او لكل هدول العالم. انا جربت اعمل شيء خاص فيي، برودكشن كامله من عندنا، صنع من لبنان. بعدين جربت ما قلدهم انه بالبرازيليان دانس وبتشاتشا وبكل هدول القصص، جربت كمان هن عندهم ذير دانس، نحن عندنا اور اون دانس، عندنا الرقص الشرقي اللي طالع مرتب معي وحطيت لانه دراويش. يعني جربت انا صدر شيء شيء يعني هن يعني ما بيستعملوه او هن يعني ما بيفكروا فيه، يعني شيء بيشبهنا لنا. وعندك ذهنيه الربح والخساره حتى لو كان في أكيد خساره؟ اكيد اهم شيء. لا لا ما تعصب. خبرني شوي عن هالفكره الرائعه. انا بقول فكره رائعه. ايه لانه على طول كلهم انه عيش اللحظه وانبسط وكل شيء، بس في مطرح وقت الخساره عم اقول له انه انسى كل شيء خلاص، انه تيك ات ايزي، انه اتس ا جيم، بس هلا انبسط فيها ومين ما يربح يربح بالاخير. وهيس وانبسط. هيس وانبسط ايه، لانه الحياه فيها كثير مصاعب، بقى خلينا ننبش على اللحظات الحلوه، اللحظات السعيدة، لأن اللحظات السعيدة كتير بخيلة بالحياة فعلاً. فخلينا نحن نعيش اللحظة وننسى كل شيء. صحيح. جان يعطيك ألف عافية. Thank you. كليب فعلا مميز. Thank you. أنا ما بيعجبني العجب وعجبني. بتسكري جوان. فيك تقول هيك. عملت شيء اسمه كمشة حنين. مظبوط. كمشة حنين. ايه. أخذت صرخة معينة كان عندها طابع خاص ولقيت نجاح بارع. كمشة حنين انعرضت بكازينو لبنان، اتس ميوزيكال قريب شوي، يعني هي مسرح غنائي بس اكثر مثل برودواي ومثل القصص الشوات اللي بينعرضوا بفيغاس. كان مشارك معي اكثر من 50 رائس وموسيقي، وكان معي توني عيسى وسنتيا كرم. يعني كنت عم نشوف حدا على سكرين. هيدي مرتي واولادي منى ولوتشيانا وليا، هدول بالبولو فيم تبع كمشة حنين يلي هن شاركوا كمان بكمشة حنين. كلهم شاركوا ما عدا منى. منى شاركت انه باعصابها اذا بدي اكيد. لا يعني حسيت بمطارح انه العمل ناجح، حسيت انه هي رح تطلع على المسرحيه خايفه. قلت لي عمي انا لازم خاف مش انت لازم تخافي. وهون كمان لوتشي شاركتني باول المسرحيه، لوتشيانا غنيت على المسرح بكازينو لبنان. وهني عندهم زيت الموهبه مثل ولدون. ايه صوتها كثير حلو لوتشيانا. هون صوره مع توني عيسى وسنتيا كرم ودونيستو والشاعر الكبير حبيب يونس ودكتور أفلم جرجس. هذا المين كرو يلي اشتغل على كمشة حنين. شو هي كمشة حنين اذا مفسر؟ كمشة حنين هي قصه ولدين اسمهم مجد وحلا، بيربوا بلبنان، بيكبروا بلبنان، بحبوا بعضهم وبيكونوا كثير معلقين انه بالوطن. يعني هون بهيدي الصورة انه ليا وجورجيو على المسرح مع العالم اللبناني، بس يكبروا بيحبوا بعضهم، بس للأسف ماجد بينطرد من شغله، بصير هون الكونفليكت اذا بيترك لبنان او بيبقى بلبنان، لانه هون ما عاد في شغل. هالمشكلة اللي كلنا عم المشكلة الأساسية حاليا فعلا. فيعني بفل من لبنان، بس الحلا بالمسرحية نحن بنشجع العالم يفلوا بس يأسسوا حالهم بس يرجعوا أقوى حتى البلد ينهض أكثر ونكون أقوى. هجرة الأدمغة لوقت معين. مزبوط. ومن ثم العودة إلى الأوطان. مزبوط. مزبوط. صحيح. ومن ثم؟ ومن ثم يعني كنت الميوزيكال كانت كثير جديده، كان في كثير اوقات افلام كنت عم بستخدم الاخراج تبعي مع الموسيقى، كنا نشوف اوقات افلام، كان عم تحضر فيلم سينما انا والاوركسترا اكثر من 25 شخص عم نلعب مع فيلم موسيقي، يعني بياخذك انه لمطارح بعيده حلوه كثير بخليك تحلمي، وخاصه مع الشاعر حبيب يونس يلي كان هو ستوري تيلر. شوفي هون الاوركسترا قديش كبيره معي بكازينو لبنان. فيعني كانت اجواء حلوه كثير.
بتلمس كل شخص، وجربت خلي الصغير والكبير يتفاعل معها، لأن أنا ما بحب السقالة، وأنه أنا مسقف كتير، أنا في يكون مسقف ببيتي مع أولادي، بس أنا بحب يكون مسقف مع انترتينمنت، يعني أعطي رسالة بس ترفيهي. بس أعمل شيء إنه ترفيهي ينبسطوا فيه كتير العالم، وبذات الوقت ياخذوا إنه رسالة حلوة. جون، شو الرسالة اللي أخذوها من كمشة حنين؟ رسالة كتير مهمة إنك تسافري وتأسسي حالك، هو إنه ترجعي. أنا مني عم شجع على الهجرة، بس إذا هون البلد مش عم يقدر كلنا بنضم صوتنا لإلك، يعني إذا البلد مش عم يقدر يعطي حق لكل العالم، إنه حرام نقعد هون ببيها البلد، ويعني ما نطلع مصاري، في مصاريف الأولاد، في مصاريف المدرسة، في مصاريف العائلة، وحتى إذا واحد سنجل يعني مصاريفه، يعني لازم واحد يكون بحاجة لا مادة، وكمان بحاجة إنه لإيمان أكيد، يعني أكيد. يعني يكونوا دكتور. مظبوط. خبرني جون بالعمل الانتاجي تبع كمشة حنين، كيف كان اذا بدك العمل او الميدان التحضيري لهالانتاج العظيم؟ كان كثير حلو، يعني كان عندنا less than four، يعني اقل من 4 شهور قدرت انا حضرت كل العمل، قدرت انه وزعت العمل انه للاوركسترا، قدرت انه صورت. وهل اقل من 4 شهور كان كافي التوزيع، او انت حطيت حالك تحت ضغط؟ انا بتحب تشتغل تحت ضغط. انا يمكن هيك انا تحت ضغط، بس في الحان انا عاملهم من زمان، بس هو توزيع الموسيقى انعمل بشهر وجمعه وانا والاخراج والاضاءه وكل شيء، وتحضير لتياب، انه تياب خاصه مش رحنا على محل، يعني كان في خياط، يعني كان في يعني كوستيوم انه ديزاينر، انه لا سينتيا كان في كوستيوم ديزاينر، كانوا كلهم موبيليزي موجودين، كانوا كلهم لالي، وهيدا العمل بنجاح. رح اقول لك انا مين ساعدني فيها، انا ساعدتني رفقه فيها، لانه انا كنت بزياره لرفقه والتقيت بانطوانيت جعجع وبيدونيس توك، كانوا بدهم يعملوا شيء حفله ريعه انه لرفقه، قلت لهم انا ردي. حلو. وصار هالشيء، فهيدي صارت وسهلت العمل، سهلت العمل بشكل مش طبيعي، من مسكنا السماوي، مسكنا السماوي، وهديتها بقلب كمش حنين ترتيلي لها. فينا نسمع شوي؟ هلا انا صوتي ما كثير حلو، يعني انا يعني المرت الجاي ببعث لك فيديو خاص من المسرحيه، بس هن الكلمات يا رفقه، رافقي حبيبي يا رفقه، يعني لانه هو بس سافر، يعني انه التجأت انه لرفقه وقالت له انه بليز انه غلغلي فيه، انه ضلك انت خياله، وانه حميه بالغربه، لانه بالغربه صعبه. مش ظابطه معك، انت دمعت وانا دمعت، مش ظابطه معك اليوم. لا انه هيدي الحقيقه، يعني لانه نحن ما قلنا، يعني نحن قوايا وكل شيء، بس بالاخير ما قلنا الا الله، انه والقديسين حتى هن يساعدونا، شفعت القديسين ويمشوا لنا كل خطواتنا للقصص الاحسن. صحيح، واساس اكثر انه بامان. بتعرف شغله جان، هلا انا بدي استوقفك، يعني حلو العمل وحلو النجاح، بس ما حلو ننكر وجود ربنا بحياتنا. أكيد. لانه هو العقل المدبر وهو الايد اللي عم بتقول. انا رب انه يسوع معي بكل تكه، حتى لو اشطت، وحتى يمكن هو عم بيحمل صليب، يمكن هالقشطه يمكن حتى يبعدني عن شيء شر، يعني ما حدا بيعرف. صحيح صحيح. جان، من العمل الاخر، الانتاج الاخر لجان كيروز، شو في عندك؟ يعني في كتير قصص موسيقات جدد خلال مسيرتك المهنية. شو حققت غير هالعملين الحلوين؟ ما حققت اللي مشكور عليهم فعلا. سنوات الضوء، دوكيومنتير اشتغلته مع الإعلامي جورج صليبي، يلي جلنا فيه بكل العالم، إن كان نيويورك، واشنطن، بروكسل، فرنسا، لندن، رحنا كمان في على لوكسمبور. وموضوعه؟ موضوع سنوات الضوء تبع لبنان 1950-1975، اللي هي أكثر مرحلة لبنان نهض فيها، وهونيك تأسس الفن المضبوط، الفن الرحباني تأسس، كازينو لبنان، يعني كل شيء قوي بعده مضاين هلا هو تأسس، تأسس بها الفترة من 1950-1975. نحن وياك جو بدنا نشوف فيديو، شريط فيديو عن رحلة عمر. رحلة عمر، وبترجع بتخبرنا. أوكي. Thank you.
بنلاحظ جون برحلة عمر في نقلة، إذا بنطلع على كليب المونديال ورحلة عمر بنلاقي في فرق. هيدا النقلة اللي عملتها من الكلاسيكال ستايل، النوع الكلاسيكي للراب. أول شيء في جرأة، هيدا الجرأة من وين أخذتها؟ أنا كنت خايف أول شيء، لأنه كان صار لي سنة كنا عم نسوق لكم شي تحانين بيانو وأوركسترا، وإذا بدك انه بابيون وقصص هيك يعني. فبس انا حسيت الفنان لازم ما يعود العالم بس على ستيل معين، شو عنده يكسر العاده يطلع، بس اكيد يعني يكون فايت فيها. يعني مش اطلع غني راب ويا متى صوتي عم يرجف او صوتي يعني ما في يعني ما في قوه، او مثل بقى شورت حالي كثير، بس قلت لا يا يلا اختوص. حلو. بتحس انه نحن بالطبيعه برحله عمر؟ ايه رحله عمر انا كثير بحبك. ليه اسمها رحله عمر؟ رحله عمر لانه عم نشوف هالولدين ليا وجورجيو، ليا بنتي، عم نشوفهم انه من هن وصغار انه يعني انه ماشيين بالارز، وبصير انا الكبير عم برجع اتذكر يعني انه هالنوستالجيا هالذكريات الحلوه هالكمان. نحن بحاجه اوقات لموسيقى تاخذك لمحلات بعيده. نعم. لانه كل الموسيقى هلا بالسوق انا كثير بحبها وحلوه كثير على الراديو، بس كمان بحاجه اوقات شيء تسمعي شوي انه يروق لك اعصابك. صحيح. يعني كمان مع تيمبو، انا ما عم اقول انه شيء حزين او شيء كثير كلاسيك، لا في يكون فيوجن، بس انه شيء فرح في كمان شيء في اطلاقة العمر واشعاع جديد لك الانسان. صحيح. نحن وياك بدنا نشوف اغادير هلا. اغادير انا لعبتها بكازينو لبنان مع الاوركسترا، وهذا اكستري اول مره بيقطع على الهواء معك. بنشوفه بحبه كثير كمان لأجدير. يلا جون قديشك محمس يعني نحن حاطين الشريط
انت عم ترقص، عم بتغني، مش عم برقص بس عم بتلحن. مبسوط كثير اكيد. حلم حياتك تحقق. اول شيء بوجودي كمشة حنين. كمشة حنين كثير، لانه كثير صعب تقدر تعمل ميوزك. الليله بتكلفك اكثر من $50,000 بين اضاءه وبين ليد سكرين وبين رئيسين وبين اوركسترا وكازينو لبنان لحاله. ف انه انا حلمي يا اطلع بهيك شيء يا خليني عم دق موسيقى بالبيت يعني. بس طلعت بيبي هيدا الشيء، وان شاء الله نكفي وروح فيها بكل العالم كمان. على امل التالق بعملك فعلا. شكرا. جون، قبل ما نختم لقائنا جون، شو بتحب هيك توجه رساله للمشاهدين تطلع بالكاميرا؟ بحب وجه رساله انه لانه عم نطلع من مريم تي في، عم نطلع من شيء في ايمان. اهم شيء الايمان، وواحد بس يتكل على ربه، ربه بيساعده بكل شيء. جون كيروز، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لألي. انا بتمنى لك كل النجاح بعملك وتألق دايم واستمرار. ميرسي. شكرا. ثانك يو. مشاهدينا، نحن وياكم خلص لقائنا لليوم من وانس ا ويك. برجع بلتقى فيكم انا جوال نيكست تايم، والله معكم.